هذا الدين يا اخواني والله العظيم الحمد لله انا هيك مخي هيك مركب غلط، بفهمش الدين، لا لحيه ولا جلباب ولا كلام في الدين، بفهم الدين نجاح في التجارب العمليه، صح؟ انت رحت دخلت هندسه مش مهندس، ليش؟ ما تخرجتش مش مهندس انت، صح؟ هو دخل اتخرج اخذ الشهاده هو مهندس، مزبوط؟ ايه. انت مدين، انا مدين، لا لا انت ولا انا، لازم نتخرج. حقول تخرج؟ اي طبعا لازم تتخرج في الدين. عارف كيف تتخرج؟ تدخل امتحانات الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا؟ ما ينفعش أنا مؤمن، أنا مسلم. الله قال لا، بعيد عن لحيتك بالكلام. الله قال بالكلام، أنت مسلم أنت مؤمن؟ حفتنك أنا، حختبرك، حختبرك أمام السلطة، أمام الشهوات، أمام الشبهات، أمام المال، أمام الطمع، أمام الفزع، أمام أشياء كثيرة. وحين تنجح امتحان مثل أي امتحان في علم الله، إذا نجحت الحمد لله في معظم هذه الامتحانات أنت دين، أنت متدين. وصدق إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام الشهيد العظيم أبو الشهداء، إيش يقول الحسين؟ ذكرناه أكثر من مرة، يقول إنما الدين لعق على ألسنة الناس. الدين لحسة عسل بالحسون زي العسل، دين دين دين، والله والرسول والسنة، إيش حلو ما شاء الله، إيه ودي داش ولا شغلات سهلة هذه، وتخدع الناس. قال إنما الدين لعق على ألسنة الناس، بعدين ايش قال؟ قال فإذا نزل البلاء قل الديانون. البلاء، والبلاء مش بس في ساحة المعركة، لا لا، كما قلت لكم البلاء أمام شهوة، أمام شبهة، أمام سلطة، أمام مال، أمام فرصة لمحرم، تعلو بها، تعز بها، تقول لا إني أخاف الله ما بدي. هذا البلاء إذا نجحت في معظم هذه الاختبارات هتأخذ شهادة التخرج بإذن الله تبارك وتعالى، مثل ما قال سيدك رسول الله عليه السلام، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وضبطها بعضهم عودا عودا، يعني مرة إثر مرة، مرة إثر مرة. قال فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على مثل قلبين. اللهم اجعلنا أي من أصحاب القلب الأبيض. قال قلب أبيض مثل الصفا، مثل حجر الصوان الجميل، تزل عنه الفتن، لا تتماسك عليه أي فتنة، لا يتشرب الفتن. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا على هذا الصفة، بحق لا إله إلا الله. لماذا يا إخواني؟ متخرج، صاحبه متخرج، تخرج في مدرسة الرحمن، امتحن ونجح، ابتلي ونجح، مش بالمظاهر، مش بالكلام، امتحانات.